مين شاركك في أول طريق؟ كان شريك في أول طريقي هو صاحبي طبعا محمود سامح، ملقب محمود دربكة. هو جزء من النجاح عامة، مش بس إن هو كونه شاركني في الأول بس، لأ هو جزء من النجاح طبعا. وبدأت أنا وهو مع بعض، كنا بنصور مع بعض على سطح تقريبا. لو أي حد رجع بالفيديوهات لورا هيلاقي إن كانت في فيديوهات متصورة على سطح، الصور دي كان هو جزء منها بصراحة. وفي الهولوجرافيك هو كان جزء منها، وفي الـ VFX برضه هو كان جزء منها. ومع العلم إن محمود سامح ده هو اللي معلمني الفوتوشوب أصلا، يعني هو أصلا كان جزء من الناس اللي علمتني الفوتوشوب. دي حاجة مقدرش أنا أنساها، الكلام ده بقاله سنين كتير أوي يعني الصراحة. وطورنا وكده لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. ما كانتش سهلة أبدا بصراحة، كان موضوع صعب ومرهق جدا. أنت تقعد تعمل في شغل، وتقعد تصور، وتقعد تجيب أفكار، وتقعد تمنتج، ونعمل حاجات كتير بصراحة عشان نوصل للنهاردة، وعشان نوصل إن يبقى يتعرض حاجة على التلفزيون. وكان جزء من المعروض فيه على التلفزيون الفيديو اللي انتوا شفتوه، اللي هو كان بيتعدل فيه، هو أصلا الفيديو ده هو اللي كان في الفيديو. فكان لازم طبعا أول فيديو اللي أنا أطلع بيه على التلفزيون يكون هو الفيديو بتاع صاحبي اللي شاركني، مش بس إن هو أطلع على أي فيديو يكون كويس أو حلو، لا بالعكس لازم اطلع بصاحبي هو محمود سامح اللي معلمني الفوتوشوب بصراحة. هو اللي بعد كده كملنا وبقينا في التأثيرات البصرية والخدع السينمائية المونتاج، وبدأنا نلعب اللعبة مع بعضنا. وحاليا هو احنا لسه في أول طريقنا، لسه ما وصلناش برضو لحاجة مهما كنا احنا وصلنا، وانت شايف ان احنا وصلنا، فلسه شوية برضو، لسه في حاجات كتير جدا احنا مستنيينها وبنعملها وشغالين عليها. وان شاء الله في حاجات طبعا جديدة قريب بإذن الله. وبس، هو ده صديقي وصاحبي وأخويا اللي شاركني في المجال.